بسم الله الرحمن الرحيم. أهلا وسهلا بحضراتكم وحلقة جديدة من الأشبال. في بداية الحلقة وقبل الكلام عن فقرات النهاردة، لازم نتكلم في موضوع مهم جدا، مؤتمر المناخ في شرم الشيخ. شوفوا كل قادة العالم على أرض السلام، تنظيم ولا أروع، مشاهد تخليك تفخر ببلدك أكتر وأكتر. لازم تشوف الصورة الكاملة، تشوف صورة بلدك وهي منورة ومسيطرة على كل وسائل الإعلام في الخارج. بلدك ممثلة في شرم الشيخ هي تقريبا الوحيدة اللي بتتذكر في كل مكان بالعالم. العالم كله عندك في شرم الشيخ. لازم تكون فخور ببلدك. استضافة حدث بكل الرؤساء والملوك والأمراء ورؤساء الحكومات ووزراء كل دول العالم، وأكثر من 48 ألف زائر في مؤتمر المناخ. اوعى حد يفهمك ان ده شيء عادي، لكن صدقني الصورة حلوة وحلوة، حلوة وحلوة قوي كمان. دي بلدنا، ولازم نقول لكل فرد اشتغل على ان الصورة تطلع كده كلمة هما مش مستنيينها، كلمة شكرا. تعالوا نحب البلد، تعالوا نبين الصورة الحلوة لبلدنا الحلوة. افرحوا ببلدكم، مصر أجمل بلد في الدنيا وأحلى بلد بلدي. نثمن الدور اللي بيقوم بيه كل مسؤولين البلد ودول العالم في تعديل المناخ، وإحنا كمان كرياضيين نفسنا ده ينعكس علينا في تطهير المناخ الرياضي. هقولها تاني، في تطهير المناخ الرياضي في مصر. نفسنا في تطهير المناخ الرياضي في مصر، نفسنا بجد. هقول كده والناس كلها فاهمة وعارفة. واحنا بنتكلم عن بلدنا وعن الصورة الحلوة، لازم نبتدي النهاردة بمنتخبنا الوطني، منتخب مصر اللي دايما بنقول مصر فوق الجميع. فيتوريا عنده تجمع مهم، عنده مباراة مهمة جدا في الأجندة الدولية أمام مصنف في التصنيف العالمي، منتخب بلجيكا. ولما نقول منتخب بلجيكا، واحد من المنتخبات اللي هتكون موجودة وهنشوفها كلنا في منتخب في كأس العالم القادمة في قطر. عندنا التفاف حوالين منتخب مصر. أنا أكتر واحد هنا بنتقد اتحاد الكورة، وعندي انتقاد كبير في سياسات، وهنا انتقاد في أوضاع وفي أمور كثيرة على اتحاد الكورة. لكن لما بنتكلم عن منتخب مصر لازم يكون في التفاف من الجميع. النهارده لما تشوف كأس العالم القادمة في قطر وتشوف منتخبات عربية كلنا بنفتخر بيها، لما تشوف منتخب تونس، منتخب المغرب، منتخب السعودية، منتخب قطر المستضيف لهذه البطولة، ببقى سعيد بالمنتخبات دي، وفي نفس الوقت حزين إن منتخب مصر، منتخب مصر والكرة المصرية اللي بقى لها أكتر من 100 سنة، منتخب مصر اللي فيه رموز كبيرة جدا في الكرة العالمية دلوقتي، وبنشوف محمد صلاح وفي الكرة العربية قبل كده، وتاريخنا الكبير جدا في أفريقيا، ما نكونش موجودين في كأس العالم. علشان كده لما دايما بننادي وبنقول التنظيم، دايما بنقول القاعدة، قاعدة الناشئين، علشان دايما تكون موجود في منتخب مصر في كأس العالم لازم يكون عندك تنظيم من تحت. ببقى سعيد جدا لما يكون في التفاف كبير حوالين منتخب مصر، كله بينحي الوان التيشيرتات الاحمر والابيض والاخضر والازرق والاصفر، ودايما بنبص على منتخب مصر. والشيء كمان اللي بيحزنني لما تشوف منتخب مصر الناشئين اللي بيلعب دلوقتي واحنا مع حضراتكم على الهوا دلوقتي مع منتخب ليبيا في تصفيات امم افريقيا المؤهله الى كاس الامم الافريقيه. وخلال الفتره السابقه مفيش اي القاء ضوء على هذا المنتخب غير هنا في برنامج الاشبال، دايما كنا بنسلط الضوء عليهم. طب فين الاعلام الرياضي؟ فين كل المواقع علشان تسلط الضوء على قاعده مهمه جدا في منتخبات مصر الناشئين اللي بيلعب دلوقتي مع منتخب ليبيا؟ نتمنى له ان شاء الله كل التوفيق. تصفيات صعبه فيها مصر، فيها ليبيا، تونس، المغرب، هياخدوا فريق واحد علشان يكون موجود مع الجزائر في كأس الأمم الأفريقية القادمة اللي هتقام في الجزائر. مصر بتاريخها الكبير لما تكون موجودة في كأس العالم ثلاث مرات بس، 34 سنة 90 وسنة 2018، قليل جدا.
قليل جدا على تاريخنا كبلد، بلد فيها رموز. بنشوف محمد صلاح اللي دايما بنفتخر بيه، محمد صلاح واحد من اللي بيقف على منصات التتويج العالمية، فالنهاردة لازم الكل يشتغل عشان منتخب مصر. وانا بقول لحضراتكم قائمة منتخب مصر اللي خدها فيتوريا عليها علامات استفهام كتير جدا في الاختيارات وفي استبعاد احد اللاعبين وفي ضم احد اللاعبين، لكن النهاردة الكلمة النهائية كلنا في ظهر فيتوريا، كلنا في ظهر منتخب مصر عشان نوصل للحلم والهدف. احنا بلد 120 مليون، لما نكون بنوصل ثلاث مرات قليل جدا على تاريخنا كمنتخب مصر. خلال الساعات القليلة الماضية كان تم استدعاء ياسر إبراهيم. ياسر إبراهيم واحد من لاعبي النادي الأهلي ومن نجوم النادي الأهلي، واحد من العناصر الأساسية برغم ابتعاده خلال الفترة السابقة عن المشاركة بداية الموسم، لكن يظل واحد من اللاعبين الأساسيين. تم استدعائه لمنتخب مصر. هقول لحضراتكم الحكاية والقصة علشان الناس بمجرد النهاردة بعت لياسر إبراهيم والراجل ما راحش منتخب مصر علشان عنده إجهاد، بدأت تطلع نغمة وبدأ يطلع كلام. هقول لحضراتكم الحقيقة كاملة. النهاردة الصبح تم إرسال أو تم مخاطبة النادي الأهلي من قبل منتخب مصر الأول علشان استدعاء ياسر إبراهيم. ياسر إبراهيم كان النهاردة موجود في تدريبات النادي الأهلي، الاستدعاء تم وهو موجود في تدريبات النادي الأهلي. ماشي. الحمل التدريبي بقى، الحمل التدريبي بقى له أربع أيام كولر رافع الحمل التدريبي على اللاعبين بشدة جدا. حمل تدريبي للاعبي النادي الأهلي عالي جدا. ليه؟ علشان لاعبي النادي الأهلي أخدوا ثلاثة أو أربع أيام راحة فرفع الحمل التدريبي. فيتوريا طلب اللاعب، النادي الأهلي رد على فيتوريا قال له وضع اللاعب في حمل تدريبي عالي بقاله أربع أيام على لاعبي النادي الأهلي، وياسر إبراهيم عنده إجهاد، عايز اللاعب اتفضل، إحنا تحت أمر منتخب مصر. فيتوريا فضل إراحة اللاعب علشان ما يتصابش زي محمود متولي، خاف ياخد اللاعب وهو عنده حمل بدني عالي وعنده إجهاد علشان اللاعب ما يتصابش. هو ده رأي فيتوريا. بعدها ضم لاعب من الاتحاد السكندري، هي دي الصورة كاملة علشان ما حدش يزايد على النادي الأهلي ولا لعيب النادي الأهلي. بالمناسبة النادي الأهلي هو النادي الوحيد اللي بيضحي من غير ما يطلع يتكلم علشان منتخب مصر، ومش بالكلام، لا ده بالفعل. شفناها في كأس العالم للأندية لما النادي الأهلي استغنى عن أهم لاعبيه الأساسيين علشان منتخب مصر وكأس الأمم الأفريقية. شفناها السنة اللي فاتت لما النادي الأهلي استغنى عن أهم عناصره علشان الأولمبياد ومنتخب مصر الأولمبي، علشان بس ما حدش يزايد على منتخب، حدش يزايد على النادي الأهلي ودوره الوطني في دعم منتخباته الوطنية. النقطة الثانية هنتكلم عن النادي الأهلي. النادي الأهلي خلال الفترة الحالية الحمد لله الوضع هادئ جدا، وضع فيه ثقة، وضع فيه شغل بجدية علشان الفترة القادمة. النادي الأهلي لما دخل الموسم الحالي كان عنده تحديات. أول تحدي مباراة اتحاد مينستيري، مباراة الذهاب والعودة. الحمد لله النادي الأهلي عدى الدور ده بشكل جيد ورايح بعد كده لدور المجموعات. فوز خارج الديار وفوز على ملعبنا، والفوز خارج الديار كانت نقطة مهمة علشان يثبت لعيب النادي الأهلي إن الأهلي عنده شخصية البطل. فوز خارج الديار مهم. التحدي الثاني للاعبي النادي الاهلي كان مباراه السوبر الاهلي والزمالك اللي كانت في الامارات، وقدر يفوز بيها النادي الاهلي، وكان ده تحدي مهم جدا انك تبتدي الموسم بتاعك ببطوله بيدي لك ثقه، بيدي للجهاز الفني ثقه، بيدي للاعبين ثقه علشان اللي جاي، اللي جاي اللي هيكون صعب. التحدي الثالث هو ثلاث مباريات في الدوري الممتاز، العلامة الكاملة للاعبي النادي الأهلي. في مباراة الإسماعيلي، مباراة أسوان، مباراة الداخلية. تسع نقاط، العلامة الكاملة، تصدر النادي الأهلي جدول المسابقة. ده شكل النادي الأهلي من بداية الموسم في التحديات الصعبة اللي مر بيها قبل فترة التوقف. أنا بقول الكلام ده علشان عايز أحط جمهور النادي الأهلي معانا في الصورة. افتكروا كده وارجعوا معانا السنة اللي فاتت في بداية مشوار الدوري، فوز النادي الأهلي على الإسماعيلي برباعية، فوز النادي الأهلي على الزمالك بخماسية،
وبداية أكثر من رائعة، وكله قال النادي الأهلي إن شاء الله هيفوز بالدوري، لكن حصل بعد كده عكس ما توقعوا الجميع. لازم هنا دور جماهير النادي الأهلي تعي الدرس، ولازم نعي الدرس، ولاعيب النادي الأهلي لازم يستوعبوا الدرس الماضي، إن إحنا خلال الفترة القادمة وابتدت خلاص، ابتدت مع فوز النادي الأهلي والتحديات اللي بدأت في بداية الموسم زي ما قلت لحضراتكم، ابتدت بدأنا نسمع خلال الفترة السابقة النادي الأهلي مش هيجدد عقد محمد الشناوي، النادي الأهلي مش عايز يزود عقد عمرو السولية، كولر أصلا عنده عرض من بلجيكا فبيفاضل بينه وبين النادي الأهلي. بدأنا نسمع، فاكرين قصة موسيماني لما كان موسيماني بيفوز بالأربعة وبالخمسة وكان بيطلع لسودات التحلية تشكك في موسيماني؟ هو ده اللي بيحصل دلوقتي. علشان كده رسالتي لجمهور النادي الأهلي لازم نعد الدرس، لازم نقف ورا لاعبتنا، لازم نقف ورا جهازنا الفني، لازم ندعمهم، ولازم ما نبلعش الطعم. بالعكس يعني نشوف أندية تانية. النهاردة النادي الأهلي جاب صفقتين ما شاء الله، الصفقتين موجودين في الملعب أساسيين، إضافة كبيرة للنادي الأهلي، ما حدش طلع اتكلم. ده بالعكس كله طلع اتكلم عن إيقاف سافيو، شادي حسين والتشكيك فيه، شادي حسين والمفاضلة بينه وبين محمد شريف، يا ترى محمد شريف ولا شادي حسين ولا حسام حسن، وبدأنا ندخل في مقارنات عشان نعمل تفرقة بين اللاعبين. على العكس شفنا أندية بتضم 12 صفقة، ال 12 صفقة ما فيهمش غير لاعب واحد بس في الملعب، ال 12 صفقة بيكون فيهم لاعبين عندهم إصابات مزمنة ومحدش بيتكلم، على الرغم إن سافي جاله شاد في بداية الموسم قعد 3 تدريبات بعيد، بدأت الناس تقوم والإعلام يتكلم والقنوات واليوتيوب وكل الدنيا قامت. بنشوف دلوقتي في أحد الأندية صفقات كتير، اللي مصاب هيقعد بالشهور، واللي هيبتعد واللي عنده إصابة مزمنة، وبنشوف لعيبة بتتخانق مع الإدارة مع الجهاز الفني ومحدش واخد باله، كله واخد باله من النادي الأهلي. علشان كده بقول لجمهور النادي الأهلي لازم نعي الدرس، لازم نخلي بالنا، لسه مشوار الدوري طويل جدا، لسه مشوار الدوري طويل، لازم نثق في لاعبينا، ولازم نثق في إدارتنا، ولازم نثق في الجهاز الفني. أيضا خلال الكام يوم اللي فاتوا وإحنا بنتكلم وبنغطي الأشبال، حدثت ظاهرة، هي ظاهرة خلي بالكوا قديمة بتحصل من وقت ما كنا بنلعب في الناشئين، يعني ممتدة بقى لها سنين وسنين، إن النادي الأهلي في قطاع الناشئين ممكن يفوز على فرقة 20-0 و30-0 و40-0 و15، النتائج الكبيرة دي في مسابقات البراعم شفناها. طلع بعض الإعلاميين وبعض الأقلام وبدأت تكتب إن النهاردة تسليط الضوء على فوز فرقة من البراعم، النادي الأهلي فاز على إسكو 2010 22-0 22-0 النتيجة، هذا خطأ. يا ترى خطأ علشان اتكتبت النتيجة، ولا خطأ من لاعبي النادي الأهلي اللي قدروا يسجلوا 22 هدف واشتغلوا وعندنا مواهب، ولا خطأ من إسكو اللي استمر في المباراة، ولا شعورا بنفسية اللاعبين؟ دايما عندي مقولة، لا يفتى ومالك في المدينة. لما يكون معانا واحد من أهم رؤساء قطاعات الناشئين مش في مصر بس وفي الوطن العربي وعنده خبرات كبيرة جدا ودايما في قطاعات الناشئين، رأيه بيكون مهم جدا. معانا دلوقتي على التليفون من الإمارات مدير قطاع الناشئين ورئيس قطاع الناشئين في الجزيرة الإماراتي الكابتن بدر رجب. تحياتي ليك يا كابتن بدر. كابتن أسامة تحياتي ليك يا حبيبي، وحشني، أخبارك؟ تحياتي ليك ومنور قناة الأهلي. الله يخليك يا حبيبي، منورة بيكم. دايما آراءك مهمة يا كابتن بدر، لما يكون عندنا نقطة في قطاعات الناشئين دايما بيكون ليك آراء مهمة. من كام يوم فريق 2010 في النادي الأهلي براعم من النادي الأهلي فاز على فريق إسكو 22-0 بمجرد انتهاء المباراة، وصفحة النادي الأهلي كتبت النتيجة، بدأ يطلع بعض الإعلاميين يقولوا مش من الصح إن النادي الأهلي يفوز على فريق إسكو 22-0، ده ممكن يؤثر على الفريق المنافس خاصة إن دول ولاد صغيرين. الصح فين يا كابتن بدر؟ والله الصح في المسابقة اللي معمولة في منطقة القاهرة، يعني الأندية ما ذنبهاش حاجة، لا يمكن بأي حال من الأحوال
ان مدرب النادي الاهلي او فرقه النادي الاهلي المدرب هيقول لها ما تكسبيش، يعني احنا بنتربى على بطوله، فانت بتتربى بتبقى عندك عناصر الفوز سواء في الامكانيات، فرق الامكانيات، فرق في النادي او في اللعيبه او في الفروقات الفرديه. فده وضع طبيعي جدا ان انت كمربي لاجيال بتتربى على بطوله من صغرها انها عايزه تكسب ايا كان النتيجه ايه. النتيجه دي انت كمدرب الفريق الثاني ممكن تختصر النتيجه دي ان انت لعيبتك اللي موجوده في الملعب ما تكملش المباراه، ده نمره واحد، فبالتالي الحكم يصفر والنتيجه اقل من كده بكثير. نمره واحد مقرر ان النتائج دي لا يمكن باي حال من الاحوال تعلنها في مرحله فنيه صغيره ان انت كسبت 20 ولا 30. بتكتب النتيجه بعد كل مباراه اذا كان السكور عالي اقصى نتيجه مثلا 5-0 6-0، بحيث ان احنا نراعي شعور اللعيبه الاخرين او الانديه الاخيره اللي هي اصغر او مش قادره تجاري النادي الاهلي او نادي الزمالك او الانديه الكبيره او الانديه الكبرى. وده وضع طبيعي جدا في الكوره ان 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 في فرق فروقات فرديه بين اللعيبه وبين الانديه من حيث زي ما بقول لك اسامي الامكانيات. مش معقوله لعيبه النادي الاهلي هتبقى زي لعيبه اسكو مثلا. طب الناس اللي قالت اثناء المباراه كان مطالب المدير الفني النادي الاهلي يقول للعيبه هدوا الريتم، خلاص احنا جبنا 7 أو 8 تجوان، خلاص نبدا نعمل باص وما نجيبش اهداف تانية. لا يمكن باي حال من الاحوال ايوه في كره القدم ان انا ابقى ناشئ على من الصغر اقول له ما تكسبش او ما تلعبش او جيم اللي بالجيم باص او ما تروحش للجول. يبقى انا بقتل كده ضد المواهب اللي جوه عندي، لعيبي جوه لعيبي انا عناصر الفوز اللي هي مهمه جدا بالنسبه له ان انا بطل فلازم اكسب. لا يمكن باي حال من الاحوال اي مدرب يبقى بيكسب يقول له ما تروحش للجول او ما تجيبش جول او الجيم باص او النتيجه كده كفايه. ازاي هيوصل للعيب ازاي؟ مش هيبقى في مصداقيه للمدرب بعد كده بيجي يقول له عايز اكسب. مش هيبقى عنده مصداقيه مع اللاعب بتاعه. يبقى كان من الاولى ان مدرب اسكو في هذه المباراه كان يقول للحكم يعني يوقف المباراه، ممكن ينسحب بفريق، ده كان الاولى عشان النتيجه ما تعلاش. ده اول حاجه، اول حاجه اعملها اما الاقي السكور بيعلى كده وفريقتي مش قادره تقاوم انا اسحب 2-3 لعيبه من الملعب وخلاص المباراه بتتلغي وكفايه على النتيجه دي. لكن انت كملت المباراه للاخر وكل بتسنتر بس، فده ده عيب فيك انت مش عيب في النادي الاهلي، لان النادي الاهلي مش عاوز لعيبته ما تكسبوش. واما يجي مثلا في فرق في البطوله مثلا فرق اهداف، طب ما انا عايز اكسب عشان ممكن فرق جول يكسبني بطوله، مش ده بيحصل؟ حقيقي طبعا. يبقى ازاي هقول للعيبتي انا ما تلعبوش او ما تجيبوش اجوال كتير او ما تهدموش الفرق او الكلام ده كله؟ لا ده وضع طبيعي في الكوره. وممكن يكون المدير الفني غير بعض اللاعبين، فاللاعب اللي نازل عايز يثبت نفسه للمدير الفني. اكيد دي نقطه ثانيه برضه. اكيد 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 كان في شراسه في المباراه. لكن كان على المدرب بتاع نادي اسكو ان هو يدير المباراه بحنك احسن من كده وبخبره احسن من كده. انا الجيم ده مش بتاعي وفي جوال داخل طالع داخل عليا كتير يعني، والمباراه مش في صالحي. لازم باي حال من المحاولات اوقف المباراه دي وتبقى بالنسبه لي مباراه وانتهت، وابتدي اهيئ لعيبتي ان ده وضع يعني ما كناش في يومنا، ما كناش طبيعيين، النادي الاهلي اقوى مننا، لازم نشتغل على نفسنا. ويبقى في اعداد نفسي للعيبه اللي خسرت دي كمان، لان انت خليتهم يلعبوا تحت ظروف تكاد تكون قهريه، كل بيسنطروا بس 22 دي نتيجه تقيله جدا وكبيره جدا. طب دي نقطه مهمه يا كابتن بدر، الناس صغيره، دي نقطه مهمه حضرتك وضحتها، كان يستوجب على المدير الفني ان هو يوقف المباراه من قبل الحكم ويسحب فرقته عشان نفسيه اللاعبين. الحاجه الثانيه وحضرتك خبير في مسابقات قطاعات الناشئين وخاصه كمان البراعم، عندنا في مصر اول مسابقه 2013 2013 يعني ولاد عندها 8 سنين 9 سنين. السنه دي حصل تعديل في المسابقه دي، كان زمان بيلعبوا 5 وجول، السنه اللي بعدها بيلعبوا 6 وجول، مساحه الملعب بتزيد، بعدها 7 وجول. السنه دي القائمين على مسابقات البراعم عملوا المسابقه دي 7 وجول ومساحه الملعب نص ملعب، نص ملعب بالعرض، فبتتكلم النهارده حوالي 60 متر في 50 متر. هل المساحه دي ولد صغير عنده 8 سنين يقدر يبقى عنده من النواحي البدنيه يقدر يشتغل في المساحه الكبيره دي، ولا النهارده ده خطا لازم نتراجع عنه ونرجع نعمل المسابقه دي زي زمان ما كانت تتعمل؟ لا، هي المسابقه زمان ولا دلوقتي؟ المسابقه زمان ولا دلوقتي؟ مش دي القصه يا كابتن اسامه. انت ليك راي تاني في المسابقات اصلا؟ انا ليا راي في المسابقه نفسها. اتفضل. ازاي تعمل مسابقه لبرعم في مراحل التعليم؟
مفيش حاجه اسمها منافسه في المرحله التعليميه. تمام. استحاله باي حال من الاحوال، ايا كان الملعب كبير ولا صغير، ده مش دي القصه. طب ايه الشكل اللي ممكن يتعمل يا كابتن بدر؟ الشكل اللي يتعمل يا كابتن اسامه ان انت بتعمل مهرجان في كل، يعني مثلا منطقه القاهره فيها 10 انديه. تمام. ال 10 انديه دي كل شهر خلال السنه انت اجباري تعمل مهرجان. مهرجان بيتعمل بطريقه معينه. استعراض فيه الحاجات اللي هي الشغل التعليمي بتاعك بقى، التوافق، السكيلز، المهاره، الحاجات الفنيه، كلها حاجات فنيه وليس حاجات مهاريه. الحاجات المهاريه انت بتلعبها تحت ضغط. ضغط خصم وضغط مباراه او منافس. لكن في الحاجات الفنيه انت بتستعرض مهاراتك، بتستعرض اللي عمله المدرب. احنا عندنا تجربه هنا بنعملها في الامارات، ممكن تتنقل لمصر، والحاجات دي كلها بنقعد وبنفكر فيها. انت بتجمع كل الفرق وبتعمل مهرجان، بتاخد من كل فرقه 2 لعيبه بحيث يبقى كله كسبان، مفيش حد خسران. وفي اخر المهرجان كله بيستلم جوائز، كله بيستلم ميداليات، لا في اول ولا في ثاني ولا في ثالث. ليه؟ انت كسرت حده التنافس والمراحل السنيه التعليميه. انا بتك على كلمه التعليميه. هناك فرق بين النواحي التعليميه والتدريبيه والتنافسيه. حقيقة. التنافسيه من سن 17 سنه. المرحله التعليميه من سن 6 ل 12 سنه 13 سنه دي مرحله تعليميه. مرحله بقى التكوين اللي هم ما قبل الاحتراف اللي هم من 14 ل 17، دي المرحله اللي بتعد فيها اللاعب سواء نواحي بدنيه او تكتيكيه او مهاريه او فنيه، كل ده انت بتشتغله في المرحله الثلاث سنين دول، بحيث ان هو يبقى 17 سنه يخش على مرحله المنافسه الشرسه جدا، لان في المرحله دي ممكن يلعب فريق اول. تمام. ويعمل لعيبه كتير في السن، ويمكن انت من ضمن اللعيبه اللي لعبت سن صغير، وحسام غالي وعماد متعب، في لعيبه كتير لعبت وعندها 17 سنه. كابتن زيزو، في لعيبه كتير. فده مثال جيد جدا ان انت بتلعب في المنافسه وتقدر تستعرض فريق اول. لكن يعني النهارده حضرتك عايز تقول ان المهرجانات البراعم او مسابقات البراعم ما فيش مسابقات، هي مهرجانات كل الولاد فيها فايزه، ما فيهاش منافسه في السن الصغير ده. اكيد طبعا. احنا بنتكلم في ايه دلوقتي؟ فرقه خسرت 22-0 وهتخسر بعد كده 25-0. فانت اوريدي يعني انت نفسيا اللاعب ده هيلعب ازاي تاني بعد كده؟ حقيقي. طيب. لكن انت لو عملت مهرجان كل الناس مستفاده، وكل الناس بيبان قوي فرق الشغل بقى بين لعيب عنده توافق ما عندوش توافق، عنده ترن، عنده سكيلز، بيبان جدا يا كابتن اسامه. حتى شغل المدربين تقدر تقيم مدربينك من خلال الحاجات دي، المهرجانات. يعني مدرب بيشتغل ومدرب ما بيشتغلش. حقيقة. اللعيب بتاع فرقه ما بيعرفش يعمل مثلا زجزاج بيدوس على الكوره يقع، اكيد الراجل ده مش شغال، المدرب ده مش مناسب للمرحله السنيه دي. انت كمان بتقيس مدربينك من خلال الشغل اللي بيعملوه الاولاد. تمام. المحطات اللي بتتعمل دي. تمام. عايز اخدك بقى نقطه ثانيه يا كابتن بدر، حضرتك فرصه موجود معانا، شفت ازاي السوبر وتتويج النادي الاهلي بالسوبر في الامارات، وملعب بهزاع بن زايد وش الساعد على النادي الاهلي، وبدايه النادي الاهلي بالموسم الحالي ببطوله زي بطوله السوبر على المنافس التقليدي النادي الاهلي نادي الزمالك. خليني اقول لك يا اسامه ان انا كنت كان احد الضيوف في قناه ابو ظبي، وقلت ان النادي الاهلي لا يمكن باي حال من الاحوال يخرج السنه دي بدون بطوله. حقيقة. واحنا اتربينا على كده ان احنا ما نخرجش، يعني احنا خسرنا دوري وكاس لكن مش هنطلع صفر لدين. وكنت متاكد 100% ان النادي الاهلي هيكسب المباراه. وقلت وصرحت ازاي النادي الاهلي هيلعب، وهيبقى في ضغط على النادي الزمالك كبير جدا. لان دوافع النادي الاهلي اقوى بكثير من دوافع نادي الزمالك، فرق كبير قوي من فرقه واخده بطولتين، فجايه عندها الثقه انها عايزه هتكسب في اي وقت، والبطوله مش بطوله. وفرق كبير جدا، فرقه عايزه تعوض اسد جريح عايز يرجع لعرينه ويبقى بطل زي ما كان. وده اللي كان اثناء المباراه 90 دقيقه النادي الاهلي ضاغط، 90 دقيقه النادي الاهلي متحكم ومسيطر على المباراه. وفرق كبير جدا بين السيطره والتحكم. السيطره والتحكم انت ممكن اي حد يسيطر، لكن التحكم اللي انا خليك تلعب زي ما انا عايز. ده بقى التحكم في المباراه. مش ان انت متفوق او انت مش متفوق، لا انا لعبك زي ما انا عايز. مش زي ما انت عايز، ده التحكم في المباراه. فرق كبير جدا، وده اللي عمله النادي الاهلي. يعني حتى ما ساب مساحات في نص الملعب وابتدى يعمل استحواذ ويعمل هجمات مرتده على نادي الزمالك، كان اخطر من نادي الزمالك. وضيع اكثر من نادي الزمالك. لكن انا بالنسبه لي بطوله قويه جدا، وبطوله هتفرق كتير مع النادي الاهلي. وبدايه موسم قوي جدا للمدرب الجديد كولر.
لان كنا محتاجين البطوله دي علشان لاعاده الثقه. احنا ما فقدناش الثقه بلاعيبتنا، لكن لاعاده الثقه، لان النادي الاهلي فرح جماهيره، فرح مجلس ادارته، عندنا لعيبه ارتاحت ورجعت بتادي احسن من الاول بكثير، في مدرب جديد عنده خبرات كبيره جدا في التعامل، في التعامل مع اللعيبه، لو انت في لقطه يا كابتن اسامه شفتها، وعلي لطفي بيخش بصدره في المدرب، وعندك اهلي وزمالك وعندك بطوله، لا القصه مش انت مش القصه قصه اصرار لاعبين وجهاز فني واداره وكل أيوة. منظومه الاهلي واداره واداره شرسه، حقيقة. اداره عانت كتير جدا واستحملت كتير جدا واتضغطت كتير جدا وكان ردها عليها كتير جدا وكان ردها في الملعب، كان الرد في الملعب. بنشكرك شكرا جزيلا يا كابتن بدر، بنشكرك شكرا جزيلا، ودايما اراك مهمه بالنسبه لنا ان شاء الله، وقريبا تكون موجود معانا في الاشبال، ان دايما اراك مهم. هروح لفاصل، وبعد الفاصل هتعرفوا معانا موهبة كبيرة جدا في الملاعب الأوروبية. زي ما كلنا بنفتخر بمحمد صلاح وبنقول عندنا لعيب مصري كبير، برضو عندنا لعيب مصري كبير في الشباب في أوروبا مكسر الدنيا كلها. محمد صلاح جديد قادم في الكرة الأوروبية، هتعرفوه ولكن بعد الفاصل. أهلا بحضراتكم من جديد. زي ما احنا بنتكلم دايما في برنامج الأشبال وبنسلط الضوء على المواهب الموجودة في الملاعب الأوروبية، أكيد لاعبين مصريين ظهرت عندنا موهبة كبيرة، موهبة كبيرة بالأرقام وبالأداء الرائع. لاعب مصري اسمه بلال مظهر عبد الرحمن. بلال مظهر عبد الرحمن، وافتكروا معانا الاسم ده، ده نجل الكابتن مظهر عبد الرحمن، كان واحد من لاعبي المقاولين السابقين وأحد برضه لاعبي منتخب مصر الأول السابقين. كابتن مظهر عبد الرحمن ابن بلال ما شاء الله بيتألق في الكرة اليونانية في نادي بانا سانايكوس اليوناني. زي ما احنا شايفين صورته قدامنا دلوقتي، ما شاء الله بلال بيمتاز بالقوة البدنية الكبيرة، وكمان رصيد أهدافه، عنده 9 أهداف في بطولة دوري أبطال أوروبا للشباب. بطولة دوري أبطال أوروبا للشباب عنده 9 أهداف. هنشوف زي ما احنا شايفين دي أحد أهداف بلال مظهر عبد الرحمن، وهي معروضة معانا على الشاشة دلوقتي. واحد من اللاعبين المميزين بيلعب في مركز رأس الحربة، مسجل بقول لحضراتكم في بطولة دوري أبطال أوروبا 9 أهداف، بيتصدر جدول ترتيب الهدافين في دوري أبطال أوروبا تحت 19 سنة بواقع 9 أهداف، متفوق على إلياس لاعب باريس سان جيرمان بفارق هدف وحيد. كابتن محمود جابر هو مواليد 2003، تم استدعائه لمنتخب مصر للشباب. النهارده الاتحاد المصري لكرة القدم بعت الاستدعاء لناديه في اليونان، والنادي رد وقال ان هو هيعتذر عن الحضور بسبب ان هو موجود في تدريبات الفريق الاول ومشارك منذ فترة مع الفريق الاول وفي مباريات الفريق الاول، علشان دايما بنحط الضوء على المواهب الموجودة في أوروبا. لازم يكون معانا تركيز، لازم نهتم بالمواهب دي، لازم دايما نحط عينينا عليهم، زي ما شفنا الجامعة التونسية وهي بتهتم بالمواهب اللي عندها وبتحمل جنسيتين. النهاردة بلال عنده جنسيتين، جنسية مصرية وجنسية فرنسية. عجبني جدا استدعاء المنتخب المصري لبلال علشان ينضم، وإن شاء الله يكون خلال الفترة القادمة. زي ما احنا شفنا صلاح باشا في اودونيزي في منتخب 2003، هنشوف ان شاء الله بلال مظهر عبد الرحمن مع منتخب 2003. عندنا برضو بدر اسلام الشاطر، نجل الكابتن اسلام الشاطر، وهو ايضا محترف في احد انديه الدرجه الثانيه في الدوري الاسباني. هنحط عينينا عليه وهنتابعه وهنشوف ارقامه ومبارياته خلال الفتره اللي جايه، وهنسلط الضوء عليه برضو. بدر من المواهب المميزه، سبق ليه لعب في نادي الجونة، بيمتاز بالطول، برضه لاعب مهاجم، هنتابعه خلال الفترة اللي جاية. نتمنى إن شاء الله كل التوفيق لبلال، وتكون خطوة موفقة إن شاء الله مع منتخب مصر خلال الفترة القادمة. وإحنا بنتكلم برضه عن ضمن المواهب، دورنا هنا في برنامج الأشبال إن إحنا بنتابع المواهب، مواهب النادي الأهلي. تجربة التشيك اللي إحنا شفنا لعيبة خرجت منها، محمد مغربي اللي سبق ليه سافر التشيك، خاض مباريات مهمة ورجع مرة تانية وعودة مرة تانية
الى النادي الاهلي. برضو من اللاعبين المميزين اللي لعب في كاس الرابطه واختفى فتره، لكن احنا راجعين نسلط الضوء عليه ونتابعه ونشوف اخباره ايه، المهاجم محمد ياسر. محمد ياسر اللي كان لعب في كاس الرابطه مع النادي الاهلي وظهر بصوره مميزه جدا، برضو من المهاجمين اللي اشتراهم النادي الاهلي من شربين، ضمه لقطاع الناشئين، ظهر بصوره مميزه في كاس الرابطه، تمت اعارته الى نادي تبليس التشيكي. معانا على الهاتف يا شباب، معانا عبر سكايب. طيب عبر سكايب من التشيك، لاعب النادي الاهلي المعار الى تبليس التشيكي محمد ياسر، تحياتي ليك يا محمد. تحياتي ليك يا كابتن اسامه، ومساء الخير عليك وعلى جمهور النادي الاهلي في كل مكان. الاول طمنا عليك، يعني ما شاء الله اديت في مباريات الرابطه مباريات كبيره، تالقت، ظهرت، بدات الناس تتكلم عليك، فتره اعاره دلوقتي الى تبليس التشيكي، عايزين نعرف اخر اخبارك. والله الحمد لله يا كابتن، بس انا لما جيت هنا في الفتره الاولى ليا حصل لي اصابه طويله، واخر فتره الحمد لله بدات ان انا اشارك مع الفريق الاول، اشارك في الماتشات بس ماتشات الرديف، والحمد لله لعبت اخر فتره ماتشات الرديف وساهمت الحمد لله بالاهداف الحمد لله. يعني بدات دلوقتي تشارك مع فريق الرديف، الاصابه الحمد لله الامور مطمئنه دلوقتي. الحمد لله بالظبط. طب عشان الناس تفتكر معانا محمد ياسر، انت لعبت في كاس الرابطه يا محمد صح؟ المباراه اللي لعبتها كانت مباراه، لعبت قدام المقاولين اخر ثلث ساعه، كنت سجلت هدف في اخر دقيقه بس اتلغى بسبب كان لمسه يعني. طب قول لي، كلمنا عن التدريبات في التشيك، الحمل التدريبي طبعا مختلف عن قطاع الناشئين في النادي الاهلي، وانت بتشتغل دلوقتي مع فرق اعلى في المستوى، اخبار المستوى الفني والتدريبات البدنيه ايه؟ هو طبعا الواحد استفاد من التجربه دي كتير على العامل النفسي والعامل البدني. احنا بنتمرن في الاسبوع مرتين تمرينتين يوميه، مرتين تمرينتين يوميه، فالواحد استفاد بشكل كبير جدا بالبدن هنا كويس، البدن هنا كويس. التكتيك برضه على اعلى مستوى هنا، بس انا زي ما قلت لحضرتك انا كنت مصاب الفتره اللي فاتت، بس في اخر فتره الحمد لله قدرت ان انا ارجع تاني وقدرت ان انا اشارك واقدر اساعد الفريق يعني. قول لي بس عشان الناس تبقى عارفه، محمد ياسر بداياتك في الكوره كانت فين يا محمد؟ انا قلت النادي الاهلي اشتراك من شربين صح كده؟ بالظبط سنه 2017 النادي الاهلي اشترينا من شربين. كان الكابتن مهيب غنيم نزل لي خبرات من النادي الاهلي، والنادي الاهلي اعجب بقدراتي. بس النادي الاهلي قرر انه يستدعيني في التدريبات، وبعد ما قدرت اثبت نفسي النادي الاهلي اشتراني من النادي الشربين. وانت معانا على التليفون دلوقتي، احنا عبر سكايب بنعرض دلوقتي لقطات ليك موجود معانا على الشاشه، انت احرزت هدف من يومين صح كده؟ بالظبط، كنا بنلعب اول امبارح بس خسرنا 2-1، بس قدرت ان انا اسجل هدف وسببت في طرد لاعب من فريق ثاني. كويس، طب قول لي بقى يعني التواصل، مسؤولين في النادي الاهلي الكابتن امير توفيق، المسؤولين كابتن خالد بيه، وهل في تواصل معاك يا محمد وبيتابعوك؟ طبعا كابتن امير توفيق وكابتن خالد بيه ومستر مايكل دايما بيكلموني بيسالوني ايه اللي ناقصك هناك، وانا بكلمهم يعني في كل حاجه، وان شاء الله هرجع فتره توقف كاس العالم واقعد مع النادي واتكلم اذا كان ممكن ان انا اكمل هنا او ان انا اخرج اعرف فريق ثاني. تمام، بتتكلم تشيكي دلوقتي كويس ولا الاخبار ايه؟ لا طبعا بتكلم تشيكي كويس؟ طبعا. طيب لازم نتعلم عشان نقدر نتواصل هنا. تمام، قول لي ذكرياتك مع بطوله الرابطه، ان البطوله دي في الوقت القليل اللي انت لعبت فيه في مباراه المقاولين يعني بدات تلفت الانظار وبدات الناس تتكلم عنك بشكل كبير. بالظبط، هو كان حلمي بالنسبه لي ان انا اكون موجود مع الفريق الاول، والحمد لله كابتن خالد بيبو ومستر موسيماني لازم اشكره على الثقه اللي ادهاني واداها لكل اللعيبه اللي كانت معايا. طبعا ده من احسن ذكريات حياتي ان انا صعدت مع الفريق الاول، ده كان حلمي بالنسبه لي.
طموحاتك ايه يا محمد خيال الفتره اللي جايه؟ تجربه في التشيك، الانظار عليك، طموحاتك، نفسك ترجع النادي الاهلي مره تانيه، نفسك تاخد فرصه مع الدرجه الاولى؟ والله انا نفسي ان انا ارجع النادي الاهلي، بس لازم قبل ما ارجع النادي الاهلي اكون ثابت نفسي بشكل كويس، ان انا اكون مستحق ان انا اكون متواجد في النادي الاهلي. واحنا ان شاء الله دايما هنتابعك يا محمد، وهنكون معاك ودايما هنتابع اخبارك، ونتمنى لك ان شاء الله كل التوفيق خلال الفتره اللي جايه. ربنا يخليك كابتن، ربنا يخليك. نشكر محمد ياسر لاعب النادي الاهلي المعار الى التشيك، ونتمنى له ان شاء الله كل التوفيق. وزي هنا عادتنا في برنامج الاشبال، دايما بنسلط الضوء على كل المواهب سواء خارج النادي الاهلي، زي ما شفنا بلال مظهر عبد الرحمن، وايضا لاعب النادي الاهلي محمد ياسر. نروح نشوف بقى مع بعض قطاع الناشئين بالنادي الاهلي وجدول مباريات الاسبوع السابع من دوري الجمهوريه مواليد 2005، ونشوف النتائج. الاهلي وفرق 1-0، والمباراه دي يعني ذعناها على قناه النادي الاهلي، وفاز النادي الاهلي 1-0. فوز الزمالك 2-0 على بتروجيت، تعادل الايجابي فيوتشر مع بيراميدز 1-1، وفوز سموحه 3-0 على المصري، وفوز وادي دجله 1-0 على الاسماعيلي، وفوز طلائع الجيش 2-0 على غزل المحله، وفوز انبي 2-0 على المقاولون، وفوز الاتحاد 2-1 على زد، وفوز سيراميكا كليوباترا 2-1 على البنك الاهلي. نروح لنتائج مباريات الاسبوع السادس من دوري الجمهوريه مواليد 2000، الاسبوع الخامس من دوري الجمهوريه مواليد 2001. فوز الاهلي 2-1 على فاركو، فوز طلائع الجيش 2-1 على البنك الاهلي، وتعادل السلبي اسوان مع المقاولون العرب، تعادل الايجابي 1-1 انبي مع غزل المحله، وفوز المصري 2-1 على حرس الحدود. فوز سموحه 2-1 على الجونه، وتعادل السلبي مصر المقصه مع فيوتشر، وبيراميدز التعادل السلبي مع الاسماعيلي، وفوز الاتحاد على الزمالك 1-0، وفوز القناه 2-1 على زد. نروح لنتائج الاسبوع السادس من دوري الجمهوريه مواليد 2007. فوز الاهلي 2-1 على فيوتشر، وفوز انبي 2-0 على الزمالك، وفوز فاركو 1-0 على وادي دجله، وفوز الداخليه 3-2 على المقاولون العرب، وفوز الاسماعيلي وتعادل الايجابي الاسماعيلي مع بيراميدز 1-1، وفوز طلائع الجيش 4-1 على اسوان، وفوز زد 3-2 على سموحه، والبنك الاهلي يفوز 2-1 على الاتحاد، والتعادل الايجابي سيراميك كليوباترا 1-1 مع غزل المحل. دي كانت نتائج قطاع الناشئين بالنادي الاهلي. وزي ما شفنا اهلي 2001 بيفوز على فاركو بثنائيه احرز الاهداف زياد طارق وعلي عمرو. نروح نشوف مع بعض ملخص فوز الاهلي بثنائيه على فاركو مواليد 2001.
ده كان ملخص فوز الاهلي على فاركو بثنائيه فريق الشباب النادي الاهلي 2001. نشوف مع بعض اهداف اللقاء. هدف من الاهداف الحلوه جدا للاعب زياد طارق. هدف من الاهداف الحلوه ده زياد طارق بيحطها في الزاويه البعيده على يمين حارس مرمى فاركو. هدف من الاهداف الحلوه. فرصه زياد طارق وهو ما بيلعبش مع الدرجه الاولى دلوقتي انه ينزل ويشارك مع فريق الشباب عشان يجهز ويكون موجود خلال الفتره القادمه. برضو ده الهدف الثاني. شادي رضوان برضو شادي رضوان من العناصر واللعيبه المميزين. بيعمل كره عرضيه لعلي عمرو بيسكنها على يمين حارس المرمى. هدف من اهداف الحلوه وتحرك رائع من علي عمرو اللي بيقدم مستويات عاليه جدا خلال الفتره دي في النادي الاهلي. ده هدف فاركو من ركله جزاء. نروح نشوف مع بعض لقاءات ما بعد فوز الاهلي بثنائيه على فاركو وفريق شباب النادي الاهلي. الحمد لله النهارده 3 بونت مهمين لينا في مشوارنا النهارده في الدوري. وكابتن شريف قبل الماتش اتكلمنا مع بعض كتير عن ماتش مهم بالنسبه لنا. وفاركو دي كسبانه الزمالك 6-0 الماتش اللي فات، فاكيد جايين عندهم حافز انهم يعملوا نتيجه كويسه مع النادي الاهلي. بس احنا الحمد لله كنا مركزين جدا جدا ان احنا ناخد 3 بونت، والحمد لله ربنا كرمنا الحمد لله. طبعا الحمد لله. طبعا النهارده اللعبه كلها رجاله، لعبنا من اول ثانيه لحد اخر ثانيه، محدش بخل، كله طلع كل حاجه عنده. كابتن شريف من بره بصراحه ما بيسكتش، وكلنا مع بعض بنتكلم وهو ده اللي المفروض يعني يحصل. الحمد لله النهارده 3 بونت مهمين جدا. فرقه طبعا فاركو فرقه محترمه، واحنا طبعا بنحترم اي فرقه بتجي لنا هنا. الحمد لله لعيبه رجاله كلها، ما حدش بخل بالمجهود بصراحه. الحمد لله. الحمد لله على المكسب وعلى الاداء. احنا بناخد مباراه، يعني كل مباراه بمباراتها، احنا بنلعب على الفوز، احنا بنلعب على البطوله، وهي دي روح النادي الاهلي. والله الحمد لله في الاول على الفوز، والحمد لله على الاداء. طبعا يعني هي بدايه الماتش كانت صعبه شويه، كان في توتر لان كان في لعيبه لسه اول مره تشارك، كانت بعيده عن المشاركه. وطبعا كنا بنلعب فرقه كويسه، عملنا نتيجه ايجابيه جدا الماتش اللي فات يعني على نادي الزمالك، ما نتيجه كبيره جدا. فطبعا احنا لازم نقدر الماتش ونحترم الفرقه اللي جايه تلعبنا، لان هي برده من الفرق اللي بتنافس. والحمد لله السير اللقاء مشي زي ما احنا كنا عاوزين. احنا في اول الماتش ضغطناهم، وبعد كده الكره بقت في ملعبنا، ان احنا جبنا الاول وضغطناهم وجبنا الثاني الحمد لله، والدنيا النتيجه جت لصالحنا الحمد لله. زي ما شفنا فوز الاهلي بثنائيه مواليد 2001 على فاركو، ايضا نروح نشوف مع بعض مواليد 2005، الفريق الممتلئ بالمواهب وفوز مهم جدا. نشوف فوز الاهلي على فيوتشر. فوز الاهلي مواليد 2005 على فاركو 1-0. فوز الاهلي 1-0. نشوف مع بعض هدف الفوز للاعب محمد زعلوك الوافد الجديد من وادي دجله، وواحد برضه من المكاسب المهمه لقطاع الناشئين بالنادي الاهلي. كره عرضيه بيحطها محمد رأفت، ومتابعه جيده جدا من محمد زعلوك الوافد الجديد، برضه بيشغل مركز راس الحربه زي ما شايفين، بيمتاز بالطول ضربات الراس، برضه لعيب ما شاء الله، يعني لعيب صاعد واعد، هتسمعوا عنه خلال الفتره اللي جايه محمد زعلوك. زي ما شفنا 2005 ايضا نروح نشوف مع بعض ملخص فوز الاهلي بثنائيه مواليد 2007 على فيوتشر.
ده كان ملخص فوز الاهلي مواليد 2007 على فيوتشر بثنائيه، لكن لازم نقف عند الاهداف، اهداف حلوه وممتعه. يا ريت نشوف مع بعض كده مخرجنا محمد دكرور يعد لنا الاهداف مره تانية. الهدف الاول زي ما الكتاب بيقول، زي ما الكتاب بيقول كره عرضيه بيحطها حازم عاشور زي ما الكتاب بيقول على شمال حارس المرمى، وهنا مهم جدا توجيه الكره. يا ريت نعيد الهدف ده مره تانية، الهدف نعيده مره تانية. طيب ده الهدف الاول لحازم عاشور، هدف من الاهداف الحلوه زي ما الكتاب بيقول، وتوجيه الكره ضربات الراس يعني حطها بمعلمه زي ما بيقول، صعبه جدا على حارس المرمى. بيفكرني الهدف ده بهدف انا جبته في مباراه المنصوره، كان الهدف الثالث، وده كان مباراه تتويجنا ببطوله الدوري. ده الهدف الثاني، هدف برضو فيه مهاره حلوه ومهاره عاليه، مهاره التسديد. لكن هنا شوف استلام الكره من اللاعب محمد عبد الفتاح تاح، ارجعوا عد للهدف ده لاستلام الكوره، شوف المهاره العاليه، مهاره التسديد، حارس المرمى المتابعه، شوف استلام الكوره هنا ازاي خد الكوره بنعل الجزمه، نعل الجزمه خدها عشان يحطها قدامه علشان يشطها بشماله. هدف من الاهداف الحلوه جدا جدا، وافتكروا معايا الاسم ده، محمد عبد الفتاح تاحه، مهاجم مواليد 2007 في النادي الاهلي، افتكروا الاسم ده معايا. وحازم عاشور ايضا اللي احرز الهدف الاول، هدفين من الاهداف الحلوه جدا ومن الاهداف الملعوبه. نروح نشوف لقاءات ما بعد المباراه، فوز الاهلي بثنائيه على فيوتشر 2-0، وبعدها نروح لفاصل، وبعد الفاصل معايا اثنين من المواهب في فريق 2005، يوسف سيد عبد الحفيظ ويوسف عفيفي. والله الحمد لله، طبعا بحمد ربنا وبشكر فضله على الفوز، لكن الاداء ما مش عاجبني خالص. يعني انا مكسب انا مش مبسوط. ليه؟ الشوط الاولاني احنا مسيطرين ومستحوذين وجبنا جونين بدري، دي نعمه من عند ربنا. ابتدى اللعيبه يعني فرعونه طبعا، يعني كنا ممكن نجيب ثلاثه واربعه الشوط الاولاني، فرقه فيوتشر جابوا جون دخلوا جو المباراه. فطبعا الماتشات دي بتبقى الجو مكهرب. ليه؟ كنا ممكن نجيب ثلاثة وأربعة ومسيطرين على الجيم كويس قوي، لكن 2-1 دي نتيجة غير مطمئنة. ممكن تحسب ضربة جزاء، ممكن جون يجي باي لك كده، يعني تبقى النتيجة في الآخر التوتال التعادل 2-2، بالرغم إن إحنا مسيطرين. اللي مش هيشوف الأداء ومش هيشوف الماتش هقول لك عملوا إيه؟ النتيجة كام؟ 2-2، فيوتشر يتعادل، طبعًا فيوتشر نادي كبير طبعًا، بس هيقولوا فيوتشر يتعادل مع النادي الأهلي، في النادي الأهلي. فهو ده اللي مضايقني، إن في بعض اللعيبة في رعونة، ابتدوا يستهتروا. ابتدينا ننقل كور استحواذ سلبي مش استحواذ ايجابي، بالرغم ان احنا كنا كسبانين 2، كان المفروض النتيجه تبقى اعلى من كده، بس الحمد لله رب العالمين. هنبتدي ان شاء الله باذن الله من اول بكره ان شاء الله التمرين عادي عشان ماتش سيراميكا يوم الخميس ان شاء الله باذن الله. والاستعدادات بتاعتنا عاديه زي اي ماتش عادي، سواء كان سيراميكا او ام بي، هي كلها بثلاث نقاط. يعني احنا كسبنا الزمالك في النادي الاهلي هنا الاسبوع اللي فات بثلاث نقاط، برغم ان كان ديربي بين الاهلي والزمالك، لكن هي في الاخر بثلاث نقاط. فهو ده الدوري، اهم حاجه عندي الثلاث نقاط. فالاستعدادات ان شاء الله باذن الله تبتدي من بكره. المباراه كانت صعبه، واحنا كنا لازم نحقق الفوز عشان نحافظ على اللقب اللي حققناه السنه اللي فاتت. احنا تعادلنا اول ماتش خسرنا اول ماتش وتعادلنا ثاني ماتش، وفي الاخر رجعنا للمكسب ثاني ان شاء الله نحقق اللقب السنه دي. احنا الحمد لله كل بناخد كل مباراه بمباراه، والجهاز ماشي معانا بشكل كويس، وان شاء الله نقدم الافضل ان شاء الله. اهلا بحضراتكم من جديد، معايا اتنين بقى من المواهب الصاعده الواعده، ان شاء الله قريبا نشوفهم مع الدرجه الاولى. اتنين بيقدموا مستويات عاليه جدا في فريق 2005، وما شاء الله عندنا فريق 2005 ده فريق من الفرق المميزه السنه دي وبيقدم مستويات عاليه. ما شاء الله عندنا فريق 2005 معتز محمد وعبد الله بستانجي وسيف ايمن وعندنا ضيوفي اللي مشرفين النهارده يوسف عفيفي. منورنا يا يوسف. اهلا بيك كابتن، طبعا انا مبسوط بوجودي مع حضرتك النهارده، وان شاء الله نعمل حاجه حلوه باذن الله. والف سلامه. الله يسلمك. والله يا كابتن المباراه اللي فاتت فاركو، يعني الحمد لله ربنا كرمنا وكسبنا 1-0،
بس يعني كان في كوره مشتركه كده، كوره عرضيه، فحصل الاشتراك ما بيني وبين اللعيبه في الملعب ووقعت على ايد الاثنين. بس الحمد لله يعني دكتور مجبر الله متابع معايا اول باول، وان شاء الله يعني هجبس الشمال لمده شهر يعني مثلا، واليمين فيها مزه خفيف، بس الحمد لله يعني قدر الله ما شاء فعل، وان شاء الله نرجع احسن باذن الله. الف سلامه وترجع بالسلامه ان شاء الله. ان شاء الله باذن الله. ضيف الثاني واحد برده من اللي بيقدم مستويات كبيره جدا السنه دي فريق 2005 ولافت الانظار، يوسف سيد عبد الحفيظ. اهلا بك كابتن يوسف. اهلا بحضرتك، سعيد جدا بوجودي مع حضرتك وشرف ليا كبير اظهر على شاشه قناه الاهلي. تحب الناس تقول لك يوسف سيد عبد الحفيظ ولا يوسف عبد الحفيظ على طول؟ يعني مش فارقه الاثنين واحد يعني، بس بتشرف طبعا باسم سيد عبد الحفيظ. طيب قول لي بقى يوسف عفيف، هنبتدي من هنا من اليمين الاول، بدايتك مع النادي الاهلي. والله يا كابتن انا بدات النادي الاهلي وانت عندك كام سنه؟ بدات ممكن في 2011 مثلا، بقى لي اكتر من 10 سنين في النادي. بدات في الاكاديميه لان ساعتها ما كانش في فرقه ما كانش في فرقه مواليد 2005 مع كابتن محمد حافظ وكابتن عبد السلام. طبعا لما بداوا يعملوا فرقه كابتن عبد النبي عاشور اختارني من ضمن الفرقه، والحمد لله انا من ساعتها وانا كابتن فريق فرقتي. بعدها مسكني طبعا مدربين كبار وليهم طبعا كل الاحترام، بدايه مع كابتن حسام عكاشه، كابتن احمد سمير. طبعا كابتن احمد سمير يمكن من اكثر المدربين اللي ليهم فضل عليا يعني، اشكره طبعا من خلال قراره النادي الاهلي، لانه من المدربين اللي يعرف يخليك تطلع كل اللي عندك في الملعب يعني، فاحب اوجه له الشكر. طبعا كابتن شفا فضيل، ويمكن الفتره اللي مسكني فيها كابتن شفا فضيل كابتن محمد شرف اختارني ان انا اكون من اللعيبه اللي تساعد معاه في 2003 شارك معاه في بطوله الجمهوريه. فطبعا مدربين كبار طبعا، وطبعا كابتن سامر، يعني كابتن سامر يمكن ده اول موسم ليا مع كابتن سامر، لكن الحمد لله احنا ماشيين كويس اهو، ماشيين احنا اول الجمهوريه عاملين شغل. لسه هنتكلم دلوقتي عن بطوله الجمهوريه، وانتم ما شاء الله بتقدموا مباريات كبيره وبنزع لكم لقطات دلوقتي. يعني الحمد لله كابتن سامر كمان من نوعيه اشتغل معاك شغل بروفيشنال، يعني يشتغل معاك تكتيك، يشتغل معاك شغل فني ونفسي، يتكلم معاك قبل الماتش وبعد الماتش، يقول لك عيوبك، يقول لك انت شغال كويس في ايه، المفروض تعمل ايه. وطبعا غير المحاضرات وغير التمرينات في الملعب، دايما كابتن تلاقي كل جوانا معظمها من الشغل اللي احنا اتمرنا فيه في التمرين، تكتيك متمر عليه ننفذه على طول في الملعب. فدي ميزه كابتن سامر يعني، وان شاء الله يعني انا بعوده وان شاء الله ارجع من الاصابه ويلاقي زي ما ملأ في بدايه الموسم. يعني الحمد لله انا اكتر واحد تقريبا مساهمات في الفريق حتى الان، 4 اهداف و6 اسيستين، فيعني الحمد لله. يعني انت عشان الناس برضو معانا تبقى عارفه مركزك، بتلعب مركز ايه يا يوسف؟ انا بلعب 10 وينج يمين وينج شمال. ما شاء الله برضو احنا بنزيع مباريات، بتصنع اهداف وبتعمل كرات عرضيه، حتى المباريات السابقه، المباراه اول مباراه زعناها لكم كانت ماتش بتروجيت سجلت فيه وصنعت هدف. كان لعبته كان فاول، لعبته للمعتز. طبعا معتز لعب كويس عندنا في الفرقه، فبرضه لو حضرتك خدت بالك الفاول ده احنا متمرنين مع كابتن سامر. يعني التفاول ده منفذينه في التمرين وعملناه في الماتش. الحمد لله ربنا كرمني بجون يعني الحمد لله. يوسف سيد عبد الحفيظ، قول لي بقى يوسف بدايتك مع الكوره في النادي الاهلي، رحت النادي الاهلي واختبارات، انت عندك كام سنه؟ ما يمكن انا ويوسف عندنا وحده في الموضوع ده، يعني انا وهو بادئين اكاديميه مع بعض. ولما جم بعديها ب4 سنين يختاروا مننا مجموعه تطلع، يعني ابتديت الاول في اكاديميه النادي الاهلي بالظبط، احنا اتنين داخلين مع بعض في سنه 2010 كده تقريبا. فداخلين واختاروا مننا بعديها ب4 سنين مجموعه عشان تتصعد فتره البراعم تقريبا ساعتها. ومن البراعم دي بدانا بقى المسابقات والناشئين وكده. اول مدرب بقى اختارك من القطاع الناشئين، يعني تطلع من الاكاديميه لقطاع الناشئين، كان مين؟ ما هم كانوا نفس الكباتن، كان في كابتن عبد النبي عاشور وكان في كابتن احمد عبد الباقي ساعتها، هم دول اختاروا مننا مجموعه تطلع. طب قول لي بقى وانت في البيت والكابتن سيد عبد الحفيظ وراجل طبعا واحد من نجوم النادي الاهلي بيشغل منصب مدير الكوره دلوقتي، لما تم اختيارك من الاكاديميه للقطاع كان هو عنده علم ولا انت رحت فاجئته بالخبر ده وقلت له ده انا تم اختياري النهارده عشان انضم قطاع الناشئين؟ ما هو يمكن ساعتها ما كانش متابع قوي. فانا اللي كنت بروح بقول له جديد بجديد، بس هو بيحب يعني اول ما اروح احكي له على كل حاجه، احكي له على فترتي يعني، هو بيحب يبقى متابع معايا بيشاركك يعني. بالظبط، يمكن اللي كانت معايا والدتي هي اللي كانت دايما بتحضر الحاجات دي، هي اللي بتروح معاك التمرين على طول. بس بالظبط لما روحت بقى حكيت له كل حاجه. لما طلعت القطاع كان عندك كام سنه؟ كان ساعتها كانت فتره البراعم الاول، كانت 9 سنين 10 سنين البدايات دي يعني. مين المدربين بقى اللي اشتغلوا معاك في البراعم؟ في البراعم كان اول مدرب كان كابتن حسام عكاشه. وبعديها قعد معانا سنه، وبعديها بدانا مع كابتن احمد سمير. كابتن احمد سمير قعد معانا فتره طويله، وطبعا كل المدربين دول اضافوا لي حاجات كتير. من اول كابتن حسام لغايه دلوقتي كابتن سامر، كل مدرب عدى عليا كان بيضيف لي حاجه جديده، بيعلمني حاجات جديده. وطبعا بشكرهم كلهم على الحاجات دي.
عشان الناس برضو تبقى عارفه مركز يوسف سيد عبد الحفيظ تلعب ايه يا يوسف، مركزك في الملعب؟ انا بلعب ديفندر، بلعب سته بس برضو ساعات الكابتن بيوظفني كتمانية، والسنه دي وظفني كعشرة وهاف رايت عشان برضو زمان كنت بلعب هاف رايت. شايفين يوسف عفيف يا يوسف سيد عبد الحفيظ معايا النهارده اتنين يوسف ما شاء الله الاتنين، يعني ايه عشان ايه ما نضيعش في وسطكم، يعني شايفين حته توظيف اللاعب في كذا مركز دي مهمه؟ يعني النهارده ما تبقاش بقول للمدرب انا بلعب رقم 10 بس وبلعب 6 بس، حته التوظيف في كذا مركز دي بتبقى مفيده للاعب. طبعا كابتن، وكابتن سامر كمان تقريبا ضاف لكل اللعيبه في الفرق حاليا ان هو يوظف اللعيبه في كل المراكز. لان انا حاليا انا مثلا كنت داخل كابتن سامر كنت معروف ان انا بلعب 10 وبلعب وينج ليفت، فهو وظفني لا حطيني هاف يمين وحطيني هاف شمال وحطيني كمان ديفندر وحطيني في كذا مركز. كابتن سامر بيعمل الحركه دي مع معظم اللعيبه، لان كمان لما مثلا تيجي تلعب مثلا في منتخب، احنا المفروض عندنا منتخب ان شاء الله السنه دي، لما تيجي تلعب فريق اول لازم يكون المدرب عارف انت بتلعب في كذا مكان، لان كمان دي بتفرق. ممكن مثلا تبتدي مباراه 10 ومثلا في خلال تكتيك معين المدرب عايز يعمله يحطك مثلا وينج، فدي طبعا اضافه للاعب والمدرب طبعا. نفس الكلام يا يوسف برضو، ان المدرب يلعبك في كذا مركز دي بتبقى شيء مهم جدا. طبعا عشان دي برضو من اهم يعني الوظائف اللي قطاع الناشئين بتعدي عليها، انك تلعب في كذا مركز. عشان لما تطلع بقى فرقه اولى، لما تطلع، والفتره دلوقتي احنا قريبين يعمل السن ده، لما تطلع بيسالك بتلعب مركز ايه، يبقى عندك تنوع في المراكز. يحطك هنا تنفع، يحطك هنا تنفع، دي حاجه في قطاع الناشئين من اساسياته يعني بيعلمها لك. كابتن سيد عبد الحفيظ لما بترجع البيت وبيتابعك في مباريات الدوري في 2005 ممكن يديك ملحوظه يقول لك انت في المباراه دي كنت عملت الكره دي كذا، اتحركت غلط، بيكلمك وبترضى بالنقد ولا؟ هو احنا عندنا محاضرتين، عندي محاضره في البيت وعندي محاضره في النادي. ايه محاضره النادي انا عارفها، كابتن سامر صح كده؟ محاضره كابتن سامر وكابتن ومستر مايكل، دي محاضرات النادي. محاضره البيت دي بقى مختلفه تماما، بيبقى في محاضره اول ما ارجع بكل الماتش، بيجيب هو ماتش ماتش. كويس. تحركات بقى، وعملت النهارده حاجه غلط، النهارده سبت حاجه، النهارده قليت حاجه. وبس، وكل ماتش بقى عايز يطور مني. تتقبل النقد لما لو انت في مباراه وحش وراجع وبيقول لك لا دي انت عملتها وحش، الكره دي المفروض كنت اتحركت كده، تتقبل النقد وتسمع النصيحه؟ طبعا طبعا. ده انا بتعلم من كل فتفوته يعني، انا بسمع الحاجات دي كويس، بقعد اتعلم الماتش الجاي لا عايز اطور من دي. هو قال لي على النقطه دي، انا الماتش الجاي لازم اعملها. بس كويس. يوسف عفيفي قول لي بقى، لما احنا السنه دي اول مره نذيع لفريق 2005 واحنا شايفين على الشاشه معانا دلوقتي مباراه 2005، ذيعنا لكم اول مباراه بتروجيت والمباراه الثانيه كانت امام فاركو، والحمد لله كسبنا الماتشين واديته فيهم اداء رائع. شايف التجربه دي ازاي؟ طبعا شايفها تجربه ناجحه جدا، بالذات اضافه لينا كلاعيبه، لان لما تلاقي قناه الاهلي بتذيع مباراه ليك دي حاجه طبعا تشرفك، وغير كده كمان بتحط الانظار عليك، لان تلاقي مثلا وكلاء يكلموك، تلاقي مثلا الفريق الاول تدي انظاره تيجي عليك، فتبقى فرصه تروحك للفريق الاول لما تتالق في مباريات زي دي، مباريات مذاعه على قناه الاهلي، فدي بتفرق معاك، فبتزود فرصه تروحك للفريق الاول. نفس الكلام يا يوسف، قول لي التجربه السنه دي وبدات الناس تعرف بقى. يعني بص بالمعنى الاصح، يعني لو حد ممكن يقول في وقت من الاوقات ده يوسف سيد عفيز بيتجامل، لا ده النهارده احنا بنذيع المباراه والمباراه قدام الناس، ويوسف ما شاء الله عنصر اساسي وبيقدم مباراه بشكل كبير جدا مميز، فخلاص انت النهارده الملعب كاشف للناس. شاف التجربه ازاي، وخاصه كمان بدات الناس تعرف يوسف عفيفي، تعرف رافت محمد، تعرف يوسف سيد عبد الحفيظ، معتز، تعرف بوستانجي، سيف ايمن، زعلوك، يعني بدات تعرف اللعيبه الموجوده دلوقتي. ما هم زي ما بيقولوا الكره للناس، فانت لما تتحط قدام الشاشه الكبيره دلوقتي كل حد بيتفرج عليك، فانت الناس اللي هتتكلم عليك وحش لو شافتك في الملعب بتأدي كويس هيتكلموا عليك كويس، ما هي الناس دي عايزه الاحسن ليها. كلهم بيشجعوا النادي، يروحوا مع النادي، فانت طبعا تتقبل كلامهم. بس في بقى جوه الملعب تثبت لهم، وبره الملعب يعني انا دلوقتي بره الملعب مش هروح اكلم كل حد، بس جوه الملعب ممكن اثبت لهم نفسي وادي احسن في الملعب، والكلام بتاعهم بيتغير. خلي بالك عاجبني جدا شخصيتكم انتوا بتتكلموا، يوسف عفيفي ويوسف سيد عفيز، انتوا لسه في المدرسه طبعا صح؟ ولا رحتوا الجامعه؟ لا اخر سنه خلاص يعني، اخر سنه السنه دي؟ ثانوي، ثالثه ثانوي، ثالثه ثانوي، ثالثه ثانوي، ثانويه عامه. طيب ربنا يوفقكم السنه دي ان شاء الله، ان شاء الله يعني تعملوا حاجه كويسه ان شاء الله. عاجبني جدا شخصيتكم، تحس لعيبه شخصيه النادي الاهلي، ده اللي اتربينا عليه يا كابتن والله في النادي. يعني من صغرنا واحنا متربيين على طريقه الكلام دي، وعلى على تكون عندك ثقه في نفسك، يعني بالذات ان انت بتلعب في نادي اقوى نادي في افريقيا يعني. بالظبط، اصل الكوره مش 90 دقيقه يعني. الكوره اصلها اصلا بره الملعب. يعني من النجم مش شرط تاخد منه كل حاجه، لا هاخد منه جوه الملعب على عيني وراسي، هاخد كل حاجه من النجم. بس بره الملعب ليه في طرق ثانيه، في
لازم انت تبقى شخص محترم اول حاجه. دايما انتوا بتمثلوا النادي الاهلي ودايما النادي الاهلي بيكون في الصداره. نروح لفاصل وبعد الفاصل مستمر في حواري مع اتنين ان شاء الله هيكونوا من نجوم النادي الاهلي، يوسف عفيفي ويوسف سيد عبد الحفيظ. يحظى قطاع الناشئين بالأهلي بحالة من الاهتمام الشديد من قبل مجلس إدارة النادي برئاسة محمود الخطيب ولجنة التخطيط. لم يكن الاهتمام فقط بتعيين خبير أجنبي للقطاع وهو مايكل بروكيتش بجانب وجود خالد بيبو كمدير للقطاع، ولكن في التركيز على البنية التحتية والملاعب وتطوير غرف الملابس والمنظومة الطبية. كل ذلك كان جزءا مهما من أسباب تفوق قطاع الناشئين في السنوات الأخيرة، سواء على مستوى حصد بطولات الجمهورية أو تقديم عدد كبير من اللاعبين للفريق الأول، سواء من يلعبون برفقة مارسيل كولر المدير الفني أو معارين لأندية أخرى محليا وخارجيا. ويعد ناشئو الأهلي مواليد 2005 من أهم الفرق بقطاع الناشئين، والذي نجح في تصدر جدول ترتيب مسابقة بطولة الجمهورية برصيد 17 نقطة بعدما فاز في 5 مباريات وتعادل في 2، حيث فاز على الإسماعيلي 3-1 وتعادل أمام الاتحاد 1-1، وفاز على المصري 3-1 وتعادل مع بيراميدز سلبية، وفاز على بتروجيت 4-3 وعلى إمبي 2-1 وعلى فاركو 1-0 مسجلاً 14 هدفاً مقابل 7 أهداف في مرماه. ويضم الفريق الذي يقوده بنجاح سامر عبد الرحمن كمدير فني عدداً من العناصر التي ستكون جزءاً من مستقبل كرة القدم بالأهلي، مثل محمد رأفت وسيف أيمن وحازم جمال والمهاجم محمد زعلوك ويوسف جمال، بجانب يوسف عبد الحفيظ ويوسف عفيفي. اهلا بحضراتكم من جديد. يوسف عفيفي، يقول لي بقى يوسف، ما شاء الله في دوري الجمهوريه مواليد 2005 متصدرين مسابقه الجدول البطوله، لعبتوا 7 مباريات صح؟ اه. المباريات كانت ايه اللي لعبتوها؟ لعبنا الاسماعيلي اول مباراه كسبناها 3-1، وبعدين لعبنا المصري ولعبنا الاتحاد 1-1 في الاتحاد، ولعبنا بيراميدز ولعبنا بتروجيت وفاركو وامبي. فالحمد لله يعني المباريات دي كلها تقريبا كسبناها كلها ما عدا مباراتين تعادلناهم. اه، كانت مباراه الاتحاد ومباراه بيراميدز تعادلت فيهم. بيراميدز تعادلنا اه. وعبد الله بوسانجا ضاع فرصه، يعني ركله جزاء في اخر دقيقه اخر ثانيه في المباراه. يعني بصراحه كنا نستحق الفوز في المباراتين دول، بس يعني الحمد لله يعني قدر الله ما شاء، اللي هي النتيجه مكتوبه يعني دي من عند ربنا. هي اللعيبه بصراحه تبقى رجاله، ننزل نطلع كل عندنا، ننفذ كل كلام كابتن سامر بيقوله، والنتيجه بتاعت ربنا. فاني الحمد لله، بس احنا ماشيين كويس يعني، حاليا اول جمهوريه وان شاء الله نستمر على كده، والتوفيق ان شاء الله في المباراه الجايه. يوسف سيد الحفيظ، اصعب مباراه في المباريات اللي قالها يوسف عفيفي، يعني كانت مباريات كلها الاسماعيلي، امبي، اتحاد، فاركو، بتروجيت، امبي، يعني المباراه اللي كانت صعبه كنتوا عاملينها في حساب، ولا كل المباريات بتاخدوها على يعني بيكون فيها تركيز كبير؟ احنا عندنا في الاهلي برضو متربيين على حاجه مهمه قوي، هي ان المباريات الصغيره زيها زي دي لقطات ليوسف سيد عفيظ في دي مباراه فاركو اللي كسبناها 1-0. المباريات الصغيره بنحترمها كمان اكبر من اكتر من الكبيره، عشان المباريات الصغيره دي المباريات الوحيده اصلا اللي ممكن فعلا توقع نقط فيها، نقط مالهاش لازمه. والمباريات الكبيره برضو بنعملها 1000 حساب، بس هي يعني كل مباراه عندنا صعبه. دي مباراه امبي، دي كانت امبي في امبي صح كده؟ اه، كسبنا 2-1. دي كسبنا 2-1، خلي بالك امبي في امبي المباريات الصعبه. اه، كان متصدر الدوري. احنا كسبنا الحمد لله الماتش ده وطلعنا احنا الاهلي تصدر. ايه تاني المباريات اللي كانت عاملينها برضو حساب؟ الاسماعيلي في اول مباراه في الدوري كسبناها الاسماعيلي صح؟ اه، ادانا الحمد لله زقه حلوه. وعرف الناس ان احنا السنه دي موجودين عشان ناخد البطوله. دي مباراه الايه؟ الاتحاد؟ دي الاتحاد. اتعادلنا 1-1، بس يعني عملنا برضو اداء هايل. بس ما كانش فيه حظ. ابرز الحاجات اللي دايما الكابتن سامر عبد الرحمن وهو من المدربين المميزين دايما باكد عليها. كابتن سامر دايما ممكن يقول لك ايه، انا عايزك تنافس في الشغل. كابتن سامر محاضرته من اكتر المحاضرات اللي استفدت منها بصراحه.
محاضرة مليانة تكتيكيا وفنيا، حتى الكلام معانا قبل الماتش وبعد الماتش نفسيا. كابتن سامر بيقول لك نفذ الشغل اللي انت بتاخده وملكش دعوه بالباقي، والنتيجه بتاعت ربنا وخليكوا رجاله في الملعب. فده تكتيك كابتن سامر دايما بيفرق معانا، شغل بروفيشنال، شغل كابتن سامر طبعا تقريبا اشتغل مع فريق اول، فدي تفرق معانا، تفرق معانا قدام كمان. ابرز برضو النصائح اللي بيوجهها لك يوسف كابتن سامر، وهو ما شاء الله السنه دي عامل طفره معاكم كبيره السنه دي. كابتن سامر برضو مدرب عنده خبره كبيره جدا، واحسن حاجه فيه ان هو دايما بيركز على الصغيره قبل الكبيره. فيجي يكلمك عنا دايما في التمرين نتمرن على اساسيات الباص، يقول لك الباص ده اهم حاجه في الكوره، واحنا كلاعيبه مش مهتمين قوي بالحاجات دي. فاول ما يجي يقول لك الباص ونركز فيه، ده بيبان في الملعب. انت دلوقتي لما تطور من الباص كلنا بنسهل على بعض وبيبان كل حاجه في الملعب. ومش كابتن سامر بس، كابتن سامر عامل شغل هايل، بس برضو في كابتن مستر مايكل بيجي يدينا محاضرات اسبوعيه بنستفاد منها جدا. محاضرات اسبوعيه يحل لنا الماتش، الحاجات السلبيه الحاجات الايجابيه. ما بيسيبش حاجه عشان نيجي في الماتش اللي بعده نطور بقى من نفسنا. وفي برضه كابتن بيبو مهتم بينا جدا السنه دي، وطبعا الاهتمام ده بيبان في الملعب. السنه دي الحمد لله راكبين اول دوري، وان شاء الله هنكمل على كده ان شاء الله. ليكم منتخب مصر يوسف؟ المفروض السنه دي ان شاء الله هيبتدي يتجمع اول منتخب لينا. هو كان في منتخب العواصم، منتخب القاهره كان معمول من كام سنه. يعني ده اللي بيسافر لليابان، صح كده؟ في بطوله اليابان يعني. الحمد لله انا في جون برضو موجود كتبته في فرقه هناك. ما تعرضوا لنا يا شباب لو ماتيريال موجود، اعرض على طول يعني. هات لنا اهداف ولقطات ليوسف عفيف ويوسف سيد العفيف. يعني يمكن بطولة اليابان دي فرقت معايا طبعا خبرات، لما تروح تلعب عواصم الدول. ده هدف من الاهداف الحلوه يوسف. ده كان في مباراه ايه؟ مرمى فيوتشر. ده فيوتشر، ده في مرمى فيوتشر مع كابتن شفا فضيل. ده السنه اللي فاتت في دوري السنه اللي فاتت. يعني الحمد لله، يعني ربنا بيكرم في مباريات زي دي يعني. ف الحمد لله يعني. برضو يوسف قول لي طموحك انك ان شاء الله وانت شغال كويس السنه دي انك تروح منتخب مصر ان شاء الله. برضو اللعيب لما هو صغير بيتربى على المنتخبات تبقى حاجه كويسه. بالظبط، عشان زي برضو ما قلنا المنتخب ده العين الكبيره. فانت الناس هتركز عليك. فده بيزيد، عشان برضو الناشئين دي مرحله مش كل تركيزها على الاهداف بتاعه المرحله دي بس، لا في اهداف مستقبليه. اللي هي عايز اطلع ابقى ليا دور في الفريق الاول، ابقى ليا دور في منتخب مصر. فهو المنتخب والناشئين كل دي مراحل، والمراحل دي بتديك زقه لقدام. وانتوا بتتكلموا عن الفريق الاول والدرجه الاولى، ودايما ده يعني اكيد عينكوا على الدرجه الاولى طبعا. مين بيعجبكم من لعيب الدرجه الاولى؟ يوسف عفيفي يعني بحس عبد القادر لعيب كبير، وقفشه طبعا، وممكن سافيو يعني. بس عبد القادر اكتر لعيب بيلفت نظري. احمد عبد القادر برضه واحد من زيكم خرج من قطاع الناشئين. بالظبط، ده كمان بيدينا دفعه لما تلاقي لعيب زي ده جاي من ناشئين النادي الاهلي موجود في الفريق الاول. فده يديك دفعه ان تشتغل نفسك وتطور نفسك وتعمل كل حاجه كل مدرب بيقول لك عليها. فربنا بيكرم يعني، وده يديك دفعه تطلع فريق اول يعني. برضه يوسف مين يعجبك في لعيبه الدرجه الاولى؟ انا قلتها كذا مره يعني، وكابتن حمدي فتحي انا بركز معاه جدا، اصل هو كابتن حمدي بيلعب في مركزي. فهو انا بتعلم منه ما شاء الله. البوزيشن عنده 10 على 10، فانا ببص على تحركاته في الملعب. بتجيب الماتشات بتاعه الدرجه الاهلي؟ انا متابع. وتقعد تقطع وتشوف تحركات حمدي فتحي؟ انا بتفرج على الماتش كذا مره. فانا بشوف كابتن حمدي بيتحرك، لما الكره تبقى هنا بيتحرك ازاي، لما الكره تبقى هنا بيتحرك ازاي. شوف، مش في احسن حاجه برده بتعجبني فيه استمراريته في الاداء. دايما عنده استمراريه يعني، مش ماتش واقع مش ماتش فوق. دايما عنده يعني استمراريه كده في الاداء. انا اكتر حاجه عجباني جدا فيكم انتوا الاثنين انكم عندكم شخصيه. اللعيب خلي بالك اهم ما يميز لعيبه النادي الاهلي على مدار سنينها ان شخصيه اللعب. وانتم ما شاء الله من طريقه الكلام تحس ان انا قاعد قدام لعيبه عندها شخصيه. والله يا كابتن ده شرف ليا كمان. انا ويوسف من كباتن الفرقه يعني، انا كابتن فريق ويوسف بعديها على طول. ف كويس، دي بتفرق معانا. قولي بقى واحنا بنتكلم عن الدرجه الاولى، شفت مباراه الاهلي والزمالك السوبر المصري؟ شفت المباراه ولا شفتهاش؟ شفناها. شفتوها. طب قول لي بقى اكتر حاجه عجبتك في المباراه، وشفت اهداف سافي وكريم فؤاد ازاي؟ انا شايف ان ده عمل الفريق كله يعني. الفريق كله تعب وربنا كرمهم في الاخر. طبعا كنا نستحق المكسب ده. طبعا سافي اضافه كبيره جدا للنادي الاهلي. ومدرب طبعا كولر اضافه كبيره للنادي الاهلي. وبصراحه شكل الفرقه في الملعب مختلف تماما. فان شاء الله التوفيق باذن الله الدوري السنه دي بتاعنا باذن الله ان شاء الله. يوسف وانت بقى البيت كله اهلاوي والكابتن سيد والدنيا عندك. بقول لك عندنا ماتش تاني في البيت. بس زي ما يوسف قال يعني، هو من الف ليه الفرقه كلها نازله، احنا عينينا بس على الفوز. يعني احنا مش هنمشي من الامارات غير بالكاس. وده اللي حصل فعلا. بالروح وبالاداء ده اللي حصل. قول لي يا يوسف سيد عفيف، والبيت دلوقتي ما شاء الله كله كرم، الاب والابن، الاب مع الدرجه الاولى والبيت مشدود،
ومباريات الدرجه الاولى والبطولات والدنيا واليوسف الصغير ماتشات مع النادي الاهلي وبرده نفس المنافسات ونفس المسابقات شكل البيت بقى. عايز اعرف الاجابه لكن بعد الفاصل. اهلا بحضراتكم من جديد. كان السؤال قبل الفاصل عند يوسف سيد عبد الحفيظ. يوسف قبل الفاصل كنت بسالك واقول لك شكل البيت بقى. الاب كابتن سيد حفيظ مع الدرجه الاولى، مباريات مع الفريق الاول، منافسات قويه، النادي الاهلي دايما بيلعب على بطولات، الابن في قطاع الناشئين وبرده نفس الحال تدريبات وبرده بتنافس على بطولات في الجمهوريه، شكل البيت بقى. يمكن زي ما بيقولوا يعني عايش في ملعب يعني. ارجع البيت ممكن لو انا مخلص ماتش، نتكلم على ماتش انا، يرجع هو برده بيبقى مخلص ماتش، فاحنا دايما في اجواء الكوره. فانا دايما دماغي يعني مركز على الكوره، يعني انا دايما دماغي شغاله كوره كوره، فده بيخليني اتطور. يعني وجود كابتن سيد في البيت ده يزقني من 50 ل 100. ما بيعملش عليك ضغط؟ لا 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 خالص، هو في الحته دي بصراحه يعني بيركز يعني في الحته دي، ان هو عمره ما يضغطني لحاجه، عمره ما يحط عليا ضغط زياده، هو بيعرف يركز هو في الحته دي. تمام. يوسف عفيفي قول لي احسن مباراه ليك في قطاع الناشئين مع النادي الاهلي. ممكن مباراة سموحة السنة اللي فاتت، المباراة دي كانت في سموحة هناك، مباراة كانت رايح جاية 2-0 2-1 2-2 لغاية ما الحمد لله أنا ربنا كرمني في الدقيقة 93 جبت جون في الدقيقة 93 الجون الثالث. عندنا الهدف ده يا شباب؟ الجون أنا فاكر الهدف ده. فهو اتعملت كرة عرضية من ناحية اليمين بالظبط، صح كده؟ واتلعبت لي وهي كانت تسديدة يعني من بره المنطقة. الفكرة يعني الجون ده غالي عليا قوي. وفرق معايا كمان في بطولة الجمهورية ساعتها. لا لا لا، الهدف كانت المباراه في ملعب سموحه، طب مرمى الاسماعيلي. ده الهدف ده وانت في البراعم. ده في دوره الصيد. لا سيبوا لنا بقى نقف قدام الهدف ده، هدف من الاهداف الحلوه، يا ريت تعيدوا لنا الهدف ده تاني. ده كانت في مهرجان البراعم في دوره الصيد صح؟ مع كابتن حسين. ده يوسف عفيفي ضيف النهارده وهو في البراعم. كان عندك كام سنه وقتها؟ لا مش عارف، ده في 8 مش عارف، ممكن 4 سنين ولا حاجه مش عارف. من 4 سنين يعني. من 4 سنين؟ ممكن. لأربع سنين ايه؟ أكتر؟ خمسة مثلا. 5 سنين؟ مثلا. يعني كان مثلا عندك كان وقتها 12 سنة مثلا، حاجة كده. البطولة دي احنا خدناها وخدت أحسن لعيب في البطولة دي يعني الحمد لله. بس هدف من الأهداف الحلوة يعني المهارة، اعدوا لنا الهدف تاني واحنا بنتكلم. ما شاء الله أنت رقصت حوالي 4 أو 5 لعيبة فيها. يعني كمان فريق الإسماعيلي كان ساعتها نازلين، كانت مباراة صعبة، المباراة دي انتهت كمان بضربات جزاء، يعني مباراة الإسماعيلي انتهت بضربات جزاء، انتهت 1-1، جون بتاعي ده وجون هم جابوه. والحمد لله ربنا كرمنا وكسبنا يعني. فطبعا الإسماعيلي فريق كبير، فريق محترم ليه كل الاحترام يعني. يوسف سيد حفيظ برضو من أهم المباريات اللي ما تنساهاش مع قطاع الناشئين بالنادي الأهلي، اللي أنت شفت أديت فيها مباراة كبيرة. يمكن انا مش متذكر، مفيش في بالي مباراه معينه، بس انا يعني ما كانتش مباراه ام السابقه اللي كانت في ام. ما انا بقول لك ما انا من مباريات السنه دي بقى ولا مش متذكر من كترهم يعني. لا لا لا، ما انا بقول لحضرتك من مباريات السنه دي في ام بي عملتها كويس قوي بشكل كويس، اديت كلها كابتن سامر قال لي عليها، وفي برضه الاتحاد برضه عملته ظهرت بشكل كويس. دي ركله جزاء يوسف عفيفي، دي كانت في مباراه عندنا في ملعب الناشئين مدينه نصر. الاسماعيلي برضه. انت ايه محظوظ على الاسماعيلي، بتسجل دايما في الاسماعيلي الحمد لله. بس الهدف ده برضو كان مهم، لان ده كان في تقريبا في اخر 10 دقائق في الشوط الاول. والمباراه كانت 1-1. فكان شايف هنطلع من الشوط الاول متعادلين. فالهدف ده الحمد لله يعني فرق معانا، ونزلنا وسجلنا الهدف الثالث، والمباراه انتهت 3-1. اخيرا عشان وقت حلقتنا قربنا على انتهاء حلقتنا، بقالك كام سنه دلوقتي في النادي الاهلي يا يوسف؟ بقالي 2010 يبقى داخل على 13 يعني. 13 سنه او 14 كده. في ال 14 سنه في النادي الاهلي وانت لسه ولد صغير في الاكاديميات، مرورا بالبراعم دلوقتي في فرق الناشئين، اكتر حاجه اتعلمتها داخل قطاع الناشئين بالنادي الاهلي؟ النادي الاهلي بيتميز بحاجه وهي الشخصيه، يعني اي لعيب هتيجي تساله على السؤال ده هيقول لك اول حاجه الشخصيه. الشخصيه اللي احنا بننميها من واحنا في فتره الاكاديميه لغايه دلوقتي. كل سنه مدرب جديد يجي يزود عليك، القطاع كله بيساعدك على الحته دي، انك تنمي شخصيتك عشان تطلع درجه اولى قدام عين الناس، ما تبقاش خايف، ما يبقاش عندك اي توتر. لا انا طالع بشخصيتي اللي انا متربي عليها من اول يوم، شخصيه لاعب النادي الاهلي. طبعا يوسف عفيفي نفس السؤال. طبعا انا اكمل كلام يوسف، كل كلام قاله صح، يعني موجود على بوابه النادي الاهلي مبادئ قيم احترام. الكلام ده بيفرق كمان قبل بره الملعب عن جوه الملعب، الكلام ده بنتعلمه من زمان، يعني داخل مع يوسف داخلين مع بعض تقريبا، فشاربين كل حاجه من النادي الاهلي. فده بيفرق معانا كمان لما نطلع ان شاء الله في الاول. وانا ان شاء الله بتمنى لكم كل التوفيق، عجبني جدا شخصيتكم خارج الملعب، واكيد اللعيب لما شخصيه خارج الملعب ده بينعكس
في الملعب وليكم مستقبل كبير، لكن الفتره الجايه فتره مهمه جدا، اهم حاجه دايما نحافظ على صحتنا، نحافظ على تماريننا، دايما يبقى عندنا التواضع، نسمع كلام المدرب، وان شاء الله تكونوا موجودين في الدرجه الاولى قريبا، وكمان في منتخب مصر مواليد 2005. شرفتنا ونورتنا يا يوسف. شرفت بوجودي مع حضرتك يا كابتن والله. شرفتنا ونورتنا يوسف. شرفت بوجودي مع حضرتك. شرفت بوجودي على شاشه قناه الاهلي. اول مره تظهروا في قناه النادي الاهلي؟ لا ثالث مره. ثالث مره في الاستوديو، لكن لقاءات يعني كتير مع النادي الاهلي. النادي الاهلي دايما بيغطي علينا كل المباريات يعني. لا في الملعب، انا بتكلم النهارده في الاستوديو اول. لا انا دي أول مرة دي استوديو. إن شاء الله ما تكونوش آخر مرة، ونستضيفكم بقى وأنتم نجوم كبار مع الدرجة الأولى إن شاء الله. أشكركم شكرا جزيلا وكل التوفيق. زي ده إحنا دايما بنغطي كل أخبار قطاع الناشئين، ودايما بنغطي العناصر والمواهب المميزة داخل قطاع الناشئين، وبنلقي الضوء على كل قطاعات الناشئين في مصر. النهاردة برضو ألقينا الضوء على واحد من المواهب المصرية في الملاعب الأوروبية، بلال مظهر عبد الرحمن، واحد من اللي هيكون ان شاء الله في منتخب مصر 2003 في الفتره القادمه. برضو اتكلمنا عن محمد ياسر وجبناه عبر سكايب، واحد من المعارين الى التشيك، برضو واحد من ابناء النادي الاهلي ومن اللاعبين المميزين. الحلقه القادمه ان شاء الله هيكون ايضا عندنا لاعب اخر مميز، بدر الشاطر، واحد من هدافي دوري الدرجه الثانيه الدوري الاسباني برصيد 6 اهداف، هيكون ان شاء الله ضيفنا عبر سكايب خلال الحلقة القادمة يوم الثلاثاء القادم. بشكر حضراتكم شكرا جزيلا. بكده وصلنا لنهاية حلقتنا، يا رب نكون قدمنا لحضراتكم حاجة استفدتوا بيها وامتعتكم. شوف حضراتكم إن شاء الله يوم الثلاثاء القادم وحلقة جديدة من الأشباك.